استاذ كتاب العمون الاقاليم ناظور دريوش و السيد رئيس بالنيابه رئيس الجهه السيد المدير الوكاله الحضاريه السيد رؤساء المجالس الاقليميه السيد رئيس غرفه التجاره والصناعه الساده رؤساء الجامعات المحليه حضرات السيدات والساده رؤساء المصالح الخارجيه والمؤسسات العموميه للدوله محمد قدوري رئيس غرفه الصناعه التقليديه لجهه الشرق نائب اول رئيس جامعه الغرب المغرب بدايه اود ان اهنئ بدور السيد مدير الوكاله الحضاريه على مسالتين المساله الاولى على التقرير المفصل الذي قدمه لاعضاء المجلس الاداري والمساله الثانيه نهنئه بتعيينه مديرا للوكاله الحضاريه لاقليم ناظور السيد الرئيس نجد سعداء انه ينعقد المجلس الاداري في بلادنا واجتزتها بنجاح وخاصه فيما يتعلق بالانتصار والفرح الكبير والافاق المفتوحه فيما يتعلق بلادنا واجهت افه عرفها العالم الا وهي كوفيد 19 الحمد لله بلادنا خرجت بنجاح واليوم كاين واحد الفرج على جميع المستويات والدليل انه اليوم حنا مجتمعين لولا انه بلادنا حاربت هذه الجائحه لكنا اليوم ا ديستونس يعني عن بعد فهنيئا لنا وذلك كله بفضل قياده جلاله الملك لهذا البلد الامين. سيد الرئيس دون اطاله واحد العدد ديال الملاحظات جات على لسان الزعيم ديالي سيد رئيس غرفه الصناعه والتجاره وخاصه فيما يتعلق جماليه مدننا. وهذا شيء نلتمسه من شخصكم الكريم لتبليغه الى مراكز القرار وخاصة نحن نمثل قطاعا مهما جدا يلعب دورا اساسيا في مناحي الحياة الا هو قطاع الصناعة التقليدية والذي يعطيه جلالة الملك عناية خاصة وبهذه المناسبة اود ان اشكر السادة العمال السيد والي الجهة الشرقية وكذلك السيد رئيس الجهة على رأفك الكبير والتجاوب اللامشروط مع برامج التي اطلقتها الغرفة بعد استحقاقات شتنبير 2021 والان الحمد لله ننجز على مستوى اقليم جرسيف مشروعا مهما جدا يناهز 25 مليون درهم وكذلك مشروع اخر على مستوى اقليم جرسيف يناهز 120 مليون درهم باقي الاقاليم هناك في الشرقيه اذا انا اؤكد كذلك السيد المدير العام على انه اليوم بعد دول افريقيه بدات تاخذ يعني التراث ديالنا وكديروا على جماليه المدن ديالها وكتنسبوا لبعض هي تابعه للمؤسسات بعض البرامج اللي يعني ما زالت تنظر الامور وخاصه تكون يتعلق يعني المشروع الذي ينتظره الحرفيون بهذه يعني الجماعه المحترمه يعني منذ بعيد كذلك نهنئكم على هو الفريق الذي